ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. ما زلنا مع كتاب الحج باب صفة الحج. قال مسألة، قال: والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت فخشيت فوات الحج. فضيل الشيخ محمد معنا والله. السلام ورحمة الله وبركاته. عاوزتنا رؤياك يا رجل وسماع صوتك. ما ندري ماذا نفعل أمس، فسامحنا بالله عليك. والله قلبي كان بيتقطع وأنا بسمع درس مش والله. أنا قلت لن يضيع عليك، بس الحاصل إنه كنت أنا متعب جدا وكان لازم أنتهي من جزئية. أحمد كان أراد نحن نأجل الدرس من أجلك طبعا، ولو هو بيقول لي ما رضيت أقول ذلك تصريحا عشان لا أخرق. فقلت له أنت تقول ده حق الشيخ، أصلا حق الشيخ إن احنا نقف تتأخر كما تشاء وتقف كما تشاء، وده فضل من حضرتك أنت أصلا. لا 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 لا، أنتم أفاضل شيخ. أنا قلت له أخ اتصل بفضيلة الشيخ مصير عشان أبرن عليه، ما لحقتش أكمل عشان حضرتك بدأت. طيب أحمد اتصل بمصير. أحمد حاضر سيدي، مش حاجة دايما مشجعني بكلماتي. طيب حضرتك تبدا ولا تنتظر فضيل الشيخ؟ كان يراني في المنام بيقول لي بشوفك في المنام بتزعلي. دي حديث نفس عمي، انطباق واقع. هل 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 نبدا ولا ننتظر؟ لو كان حضرتك تامر احنا خدم شيء. استغفر الله فوق الراس توضع. ماشي نبدا. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين مسألة. قال الإمام أبو القاسم البخاري رحمه الله: ومن دخل في الصيام ثم قدر على الهدي لم يكن عليه الخروج من الصوم إلا إلى الهدي إلا أن يشاء. لا شيخ ناس. قال مسألة: قال الإمام أبو القاسم البخاري رحمه الله: والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت فخشيت فوات الحج أهلت بالحج وكانت قارنة ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم. قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن المتمتعة إذا حاضت قبل الطواف للعمرة لم يكن لها أن تطوف بالبيت، لأن الطواف بالبيت صلاة، ولأنها ممنوعة من دخول المسجد ولا يمكنها أن تحل من عمرتها ما لم تطوف بالبيت، فإن خشيت فوات الحج أحرمت بالحج مع عمرتها وتصير قارنة. طيب هنا بيقول هذا قول من؟ ما نعم ماشي. قال: وهذا قول مالك والأوزعي والشافعي وكثير من أهل العلم رحمه الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله: ترفض العمرة وتهل بالحج. وقال أحمد رحمه الله: قال أبو حنيفة: قد رفضت العمرة فصار حجا. وما قال هذا أحد غير أبي حنيفة رحمه الله. نعم. واحتج بما روى عروة. انتظر بس لأنا نتكلم في هذا الباب بعدما نوصل المسألة. المسألة هنا وجدنا ذلك أن المتمتعة التي أهلت بالعمرة مستقلة تريد بها متمتعة بها إلى الحج، كما فعلت عائشة رضي الله عنها في حديثها وقالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة ومنا من أهل بالعمرة مع الحج. وكانت هي في من تمتع، يعني أهلت بالعمرة فقط تريد تتمتع بها إلى الحج. فحاضت رضي الله عنها وأرضاها ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي، فلما وجدها تبكي بأبي هو وأمي قال: ما لك؟ أنفستي؟ قالت: نعم. قال: هذا أمر قد كتب الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج. قال: ألا تطوفي بالبيت. فهنا أخذوا منها بأن المتمتعة إذا حاضت قبل أن تطوف، لكن هذا شرط قبل أن تطوف، فهم عندهم الشرط ألا تكون شرعت في طواف العمرة. لم يكن لها أن تطوف في البيت لأنها إذا حاضت لا تدخل المسجد. وأيضا على قول جميع أهل العلم خلاف الحنفية أن الطواف صلاة يحتاج إلى طهارة لأنه صلاة، لحديث ابن عباس رضي الله عنه أرضاه: الطواف بالبيت صلاة، غير أن الله جل في علاه
أباح فيه الكلام. فالغرض المقصود أنها إذا لم تدخل، إذا كانت ممنوعة من دخول المسجد، ممنوعة من الطواف، يعني طواف العمرة لم تشرع فيه لأنها حاضت. فإن كانت ممنوعة من ذلك فلا، وليس لها أن تحل من عمرتها، لأن الإحلال من العمرة لا يكون إلا بقص الشعر. الإحلال بالعمرة لا يكون، الطواف بالعمرة إحلال منه عند قص الشعر على المروة، وهي لم يمكن أن تصل إلى ذلك لأنها لم تطف. لذلك قالوا تدخل الحج على العمرة. لذلك قالوا فإن خشيت فوات الحج أحرمت بالحج مع العمرة وتصير قارنة، يعني المعنى لأنها ممنوعة من الطواف، ولذلك لا تضيع عليها، خشيت على نفسها الفوات فأحرمت بالحج. هذا ما قاله العلماء، وقالوا يجوز إدخال الحج على العمرة ما دامت لم تطف، ولأنها إدخال الحج على العمرة يزيدها، فمناسك الحج أكثر من العمرة، لذلك يمكن إدخال الحج على العمرة. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها ووجدها تبكي، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انفضي شعرك واغتسلي وأهلي بالحج، يعني أدخل الحج على العمرة. فقال هنا المصنف، وهذا قول مالك والأوزاعي والشافعي وقول أحمد أيضا رواية عنه، وقال أبو حنيفة ترفض العمرة وتهل بالحج، معنى ذلك أنها تنهي العمرة، ترفض العمرة وتهل بالحج. قال أحمد قال أبو حنيفة قد رفضت العمرة فصار حجا، وما قال هذا أحد غير أبو حنيفة. وأبو حنيفة قال بهذا القول أنها ترفض العمرة لرواية عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انقضي رأسك وانتشطي وأهلي وهلي بالحج ودعي العمرة، وتمسكوا بقولي دعي العمرة ارفضي عمرتك في بعض الروايات. وهذه تكون والله أعلم في هذا الباب على المعنى بالمعنى. وهذا يعني هذا القول قول غريب، ولأن الحديث هذا حديث لم يصح، عامة سأتي الكلام عليه في هذا الباب. تفضل يا شيخ. يبقى إذن الحنفية خالفوا وقالوا، الحنفية خالفت الجمهور وقالوا ترفض العمرة ولا إدخال للحج على العمرة، بل تخشى الفوات فتدخل الحج دون العمرة. هذا قول الحنفية، وكما قلت احتجوا بروايات جاءت إما أنها بالمعنى أو هي رواية ضعيفة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك، أو قال ضعي العمرة، دعي العمرة، وفي رواية ارفضي عمرتك. هذا ما قاله الحنفية بالاحتجاج، وهذا سيأتي إن شاء الله الرد عليه. فإذا قولان، القول الأول إدخال الحج على العمرة ما دامت لم تطف، إن طافت فلا، ما دامت لم، فإن طافت فقول الجمهور أنها لا تدخل الحج على العمرة. الغرض المقصود الحنفية قالوا لا إدخال بل إفراد بالحج، والجمهور قالوا إدخال حج على العمرة وتصير قارنة. فلننظر إلى الأدلة التي تمسك بها الحنفية ونرد عليها، لأن قول الجمهور هو الصحيح، ولأنه أصل ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في أمره لها. سيدنا بعتذر لحضرتك، المسألة الأولى حضرتك بتتكلم فيها على التليجرام هنا تقطعت كثيرا فترات طويلة. طيب يبقى إذن أعيدها، هذه المسألة هي المرأة المتمتعة التي أحرمت بالعمرة، فإذا أحرمت بالعمرة وحاضت فإنها ممنوعة من دخول البيت، وبالتالي ممنوعة من الطواف، ممنوعة من دخول البيت لأنه يحرم على المرأة الحاضة أن تدخل المسجد، ممنوعة من الطواف لأن الطواف صلاة، والصلاة لابد لها من طهارة، هذا على قول الجمهور. لذلك قالوا إذا خشيت الفوات، يعني بقى الفوات يعني لو مكثت تنتظر الطهر من الحيض يمكن أن يفوتها الوقوف عرفة، يفوتها الحج، فقالوا تدخل الحج على العمرة. يعني ايه تدخل الحج على العمرة؟ يعني تلبي بالحج مع العمرة. تدخل الحج على العمرة هنا لها، تدخل الحج يعني تدخل الحج على العمرة معناها انها تقول لبيك اللهم بيك، فتدخل الحج على العمرة وتقول لبيك اللهم بحج وتكون قارنة ويكون عليها الدم. وهذا الذي حدث مع عائشة رضي الله عنها وذبح عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وأصله كما قلت، وأصل ذلك هو فعل النبي عندما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها قال هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم،
انقضي شعرك او فضي شعرك واغتسلي واهلي بالحج. وقال لها توافق بالبيت وبالصفا، توافق بالبيت وبالصفا والمروه يعني يكفيك لحجك وعمرتك كما سياتي. الذي خالف ذلك الحنفيه قالوا ما في، بل ترفض العمره وتكون على الحج فقط. وقالوا واستدلوا على ذلك بروايه جاءت دع العمره، ففهموا منها اي ارفضي هذه العمره، لا تعتدي بها وكوني مفرده. وقالوا الاستدلال على ذلك انها طلبت ان تطوف بالبيت او تعتمر عمره مستقله، واجابها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سياتي ان شاء الله النقاش فيه. كده ظهرت المساله ولا ما ظهرت؟ نعم سيد فضل الله. طيب تفضل، لو في حد عنده شيء يريد انا ماشي تحت. نقرا سيدي الى حين الاشاره يعني؟ ها؟ لا انا اقول طالما نصير جه ولا لا؟ جه بفضل الله. ماشي الحمد لله، تفضل يا شيخ. قال احمد رحمه الله، قال ابو حنيفه رحمه الله قد رفضت العمره فصار حجه، وما قال هذا احد غير ابي حنيفه رحمه الله، واحتج بما روى عروه عن عائشه رضي الله عنها أنها قالت أهللت بعمرة فقدمت مكة وأنا حائض، نعم، لم أطف بالبيت بين الصفا والمروة، فشخوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وانتشطي، نعم، وأهلي بالحج ودعي العمر. قالت ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما إلى التنعيم، فاعتمرت معه فقال هذه عمرة مكان عمرتي. قال متفق عليه. قالوا وهذا يدل على أنها رفضت عمرتها وأحرمت بحج من وجوه ثلاثة، أحدها قوله دعي عمرتك، والثاني قوله صلى الله عليه وسلم وانتشطي، والثالث قوله هذه عمرة مكان. طيب هنا في هذا الباب أبو حنيفة قوى مذهبه إلى رفض العمرة وجعلها حجا منفردا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وانتشطي واهلي بالحج. قال لها اهلي بالحج ودعي العمرة، ففهموا من قوله دعي العمرة أي ألا تعتد بها وتكون بذلك قد أدخلت الحج أو أحرمت بالحج مفردة، تكون أحرمت بالحج مفردة. قال ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن فقال هذه عمرة مكان عمرتك. أيضا أكدوا على ذلك بأنه قال عمرة مكان عمرتك، يعني معنى ذلك أنها تحللت منها، وقال هذه عمرة مكان عمرتك. حقيقة الأمر كل هذه الأدلة تستدل بها كلها أدلة محتملة، والمحكم عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها توافق بالبيت وبالصفا والمروة، توافق البيت وبالصفا يكفيك لحجك ولعمرتك. هذا ظاهر جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لها إدخال الحج العمرة تحت الحج، وهو قال قد دخلت عمرة في الحج، وقال توافق بالبيت وصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، معنى ذلك أن الحج معه عمرة. وأما قوله هنا هذه عمرة مكان عمرتك، تأويلها يسير. إيش هو التأويل يا نصير؟ أنت هو لازم يلقنك، لازم أنتوا الاثنين تشتغلوا كده مع بعضيكم، ما فيش حاجة تامة. والله ما سمعته. طب إذا أعد عليها بقى الإجابة، ما معنى هذا؟ عندما يقول لها هذه عمرة مكان عمرتك إيش؟ قلت شيخنا العمرة كاملة. وفي عمرة أخي ما لا يخفى على حضرتك إن قصده عمرة مستقلة يعني. شوف بص التلقين تاني مرة هو بيلقن، شايف؟ هو لما يقول لها هذه عمرة مكان عمرتك يعني عمرة مستقلة ليس معها شيء. عمرة مستقلة. هذا أول تأويل في هذا الباب الذي احتجوا به. الثاني هم قالوا قال دعي عمرتك، نعم دعي عمرتك التي تتمتعين بها مع الحج واجعل الحج مع العمرة. لأنه الفارق أن العمرة إن كانت مستقلة أعمالها مستقلة. وإن كانت مع الحج نزلت أعمالها مع الحج لقوله بأبي وأمي، لقوله توافق بالبيت وبالصفا والمروة يكفيك لحجك ولعمرتك. فيكون هنا لا حجة مع الحنفية في قول دع العمرة، لا سيما وأن الحنفية بذلك يخالفون مخالفة ظاهرة لظاهر القرآن. فمعنى ذلك أننا نقول إذا إما أن نقول بضعف الأحاديث أو نقول بتأويلها.
فهمني الجزئيه دي بقى نصير، وبيني كيف خالفه وفهمني. الله اعلم يا سيدي. الله اكبر، انت في الليل بتكون اهدى من، بشوف عارف البحر الميت، بتكون يعني نسيم عليل وما فيش عصافير على الشجر بحال من الاحوال. نفسي اعرف في الليل ايش اللي عندك، الهدوء التام اللي انت بتكون فيه ده، بيبقى اكيد شعرك حد يعني وضع ايده على شعرك بتاع، فانت بتحس برطوبه في ما اعقل هذا الرجل. طيب خلاص احل. طيب شوف الاخ الذي يقول انا سكوتي ليس معناه، استاذ صمتي شيخنا على الشيخ حجر سيدي. طب ما خلي صمتي يتكلم، عشان صمتي ده اصلا دلوقتي بيلعب من الدائره الخارجيه وعامل فيها لطيف، وانه مش فاهم حاجه وملوش دعوه بحاجه، وهو ما يعرفش ان هو كده بيجي ينزل تحت درسي عشان ما يقدرش يستحمل. هو امبارح شيخنا قال لك يبدو ان حضرتك متعب فنكتفي، قلت له روح. مين اللي قال لك؟ انا سمعت الدرس. انت تعرف بيقول لي ايش؟ بيقول لي انا فعلت ذلك لان المشايخ واحنا كنا مش عايزين ندي وهم مش موجودين. قلت له طب ما قل ذلك صريحا، لانه قال لا عشان الناس ما تقول، الناس هم يستحقون ذلك، هم سادة الناس يعني عندنا. فسبحان الله، ربنا يغفر لنا ولكم. فين هو راح؟ فين مات؟ هنا سكوتي يعني نومي. ماشي محمد اتفضل. الناس بتقع مننا بسرعه هنسير. سيدنا رفع الله قدرك. اتفضل. اوعى تقول لي نضح عليك، فانت كمان اليد وضعت على راسك فوجدت نفسك. طيب هو هنا انا نقول الاحناف خالفوا ظاهر القران. انا كده سهلتها جدا، والا جعلوها مع الاحاديث فيها اختلاف، وهذا الاختلاف اما ان نقول بضعف الاحاديث يلجئون لذلك او بتاويلها، وتاويلها يسير. لكن كيف ذلك؟ انا اريد شرح. الايد على الراس بتتعب. قولوا فمن تمتع بعمره الى الحج ثم استيسر من الهدي. فالقران يدخل في معنى المتعه. ما يقول لك الايد اذا استطالت لابد تاثيرها يكون فيه شيء من السحر. لا والله. لكنه سحر يكون سحرا مقبولا لا مرفوضا. اولا مخالفه الاحناف للكتاب، قول الله تعالى واتموا الحج والعمره لله. فقوله واتموا، قوله هنا دعي عمرتك، ارفضي عمرتك، يخالف ظاهر القران واتموا. لابد من التمام حتى لو كانت فاسده. لابد من التمام، هم كده خالفوا ظاهر القران لانهم قالوا لا تمام. وهذا يلجئنا ان نقول كل الروايات التي جاءت تخالف مساله الاتمام على تاويلها، يعني هنا نقول لا ارفضيها مستقله، دعيها مستقله، ادخليها تحت الحج وبعد ذلك يكون لك تكون لك عمره مستقله. وهذا يكون هذا الرد المناسب للحنفية في هذه المسألة، لأن المسألة حقيقة الأمر في هذا الباب أنه من دخل في المناسك بالذات، فالمناسك لا 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 خروج منها إلا بعد إتمامها. نعم تفضل شيخ. سيدي لو تحسن إلي، هو ممكن يقال أنا أتممت العمرة بعمرة وزيادة ففعلت حجا. ما لا، ما هو يقول لا، ما لا، ولكن ليس اسمها عمره، اسمها حج منفرد. وهو الان بيقول دع العمره، هو بينافع عن ايش؟ بينافع على انه ما في عمره، انها لو خشيت الفوات ما لها الا الحج المفرد، ما في عمره. ولذلك قال ارفضي عمرتك، دعي. وهذا كله مخالف واتم الحج والعمره لله. نعم احسن الله. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله ولنا ما روى جابر رضي الله عنه قال أقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت ثم دخل عركت رسول يعني صلى الله عليه وسلم عركت يعني حاضت يعني حاضت نعم
ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حطت، وقد حل الناس ولم أحل، ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك. شوف ايش قال، قال: حللت من حجك وعمرتك، نص في الباب. قالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. قال: وروى طاووس عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أهللت بعمرة فقدمت ولم أطف حتى حط، ونسكت المناسك كلها، وقد أهللت بالحج. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر: يسعك طوافك بالبيت وعمرتك. أهو يكفيك يعني. يسعك طوافك لحجك وعمرتك. نعم. يسعك طوافك لحجك وعمرتك. ممتاز جدا. قال: فأبت. قال: فأبت. 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 فبعث معها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما فأعمرها من التنعيم. قال: رواهما مسلم. قال: وهما يدلان على ما ذكرنا جميعه، ولأن إدخال الحج على العمرة جائز بالإجماع. هيكون جميعه بقى مش جميعه، جميعه. وهذا يدل، وهما يدلان على ما ذكرنا جميعه. جميعه. بس هي جميعه، ذكرنا كذا جميعه، على التأكيد أهو الآن. ذكرنا أن العمرة دخلت تحت الحج ولم تكن مستقلة، جميع ذلك ذكرناه جميعه. تأكيد يعني. نعم تأكيد. ما تشوفه. طب خلينا في الميت، هذا الميت الذي صمتي الله، كان مش ده درعامي ده ولا أداب؟ يا ابني أنت فين يا ابني؟ أنت نمت يا سيدي. تأكيد على ما، على ما، توكيد لما. توكيد لما، ماشي. قال: ولأن إدخال الحج على العمرة جائز بالإجماع من غير خشية الفوات، فمع خشيته أولى. قال عبد المنذر: طيب خلاص، انظر بقى هنا، ننظر هنا في هذا الباب، عندما قال فأبت، يعني أبت يا نصير، كيف تؤول هذه؟ قال: يكفيك، يسعك طوافك لحجك وعمرتك، يكفيك. فأبت فبعث سماع عبد الرحمن. إيش فأبت هذا بقى؟ هذا أيضا يدل على، أنا خلاص يخليه يقول لي ده، يا أريد ده علي، يقول لي ذلك. هو حضرتك ده بتاع، بص يا شيخ، أنا أدرك يا ناس، مش عارف يدخل نفسه ليه في حاجة، مش عارف. مش هو وبعدين هو مش عارف إن هدوءك ده أصلا له ما له من بس بجد مش عارف. فأبت إلا لما قال: يكفيك طوافك لحجك وعمرتك، فأبت أن تكون داخلة، لابد أن تأتي بعمرة والسياق حاكم. فبعث معها عبد الرحمن بن أبي بكر فأعمرها عمرة مستقلة. ظهرت كده؟ نعم شيخ، والله ظهرت، الحمد لله وشكر الله. وهذا الردود، هذه الردود قوية جدا، لأن الحديث ظاهر جدا. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: قد حللت من حجك من حجك وعمرتك، قد حللت من حجك وعمرتك. نعم. قال ابن المنذر، قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم رحمه الله أن لمن أهل بعمرة أن يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي في حجة الوداع أن يحل بالحج مع العمرة، ومع إمكان الحج مع بقاء العمرة لا يجوز رفضها، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. الله أكبر. هذا هو، هذا الذي قلناه، صح ولا لا؟ نعم سيدي. نعم، رضي الله عنك. قال: ولأنها متمكنة من إتمام عمرتها بلا ضرر فلم يجوز رفضها كغير الحائض. فأما حديث عروة رحمه الله فإن قوله: إن قضي رأسك وامتشتي وداع العمرة، أي انفرد به عروة، وخالف به سائر من روى عن عائشة رضي الله عنها. طبعا الزيادة المنكرة هنا: وداع العمرة. فهو بيقول أنه انفرد به عروة، وعروة حقيقة أمر لم يسمع من عائشة، لم يسمع كلمة داعي العمرة من عائشة، رواها عن غير عائشة رضي الله عنها. روى الجزئية الأولى عن عائشة، وأما داعي العمرة رواها عن غيرها. نعم. وقد روى ذلك طاووس والقاسم والأسود وعمر عن عائشة
أنا عشت رضي الله عنها ولم يذكروا ذلك. وحديث جابر رضي الله عنه وطاووس مخالفان لهذه الزيادة. وقد روى حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها حديث حيضها فقال فيه فحدثني غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها دع العمرة وانقضي رأسك وامتشطي. وذكر تمام الحديث. وهذا يدل على أن عروة رحمه الله لم يسمع هذه الزيادة من عائشة رضي الله عنها. طب هنا سامحني يا شيخ، من وين من وين من وين قال لم يسمعها من عائشة؟ من وين؟ حدثني غير واحد. ممتاز، اهو النص، قال فحدثني غير واحد، فدل ذلك انه لم يسمعها. قال وهذا يدل على ان عروة رضي الله عنه ورحمه لم يسمع هذه الزيادة من عائشة رضي الله عنها، وهو مع ما ذكرنا من مخالفته بقية الرواة يدل على الوهم، مع مخالفتها الكتاب والاصول، اذ ليس لنا موضع اخر يجوز فيه رفض العمرة مع امكان اتمامها. ويحتمل ان قوله دع العمرة أي دعيها بحالها وأهلي بالحج معها. نعم هذا تأويله، هذا التأويل. نعم. أو دعي أفعال العمرة فإنها تدخل في أفعال الحج، وأما إعمارها من التنعيم فلم يأمرها به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فاعمرها. لحظة شيء، ليش عائشة لم تطف البيت يا أستاذ مصير؟ ما كان ممكن تطوف طواف القدوم؟ لأن الطواف صلاة سيدنا وهي ممنوعة من الصلاة نحو. ممتاز رضي الله عنك. نعم. قال وروى الأثرم بإسناده عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اعتمرت بعد الحج اعتمرتي هي بتسألها الأسود بيسألها اعتمرتي بعد الحج. ماشي حاضر جزاه الله خير. رضي الله عنها قالت اعتمرتي بعد الحج. قالت الأسود قال لعائشة أعتقد. نعم تفضل. قال الأسود عن عائشة أن قلت الأسود قال لعائشة اعتمرتي بعد الحج. قالت والله ما كانت عمرة، ما كانت إلا زيارة زرت البيت، إنما هي مثل نفقتها. نعم، وهذا حديث لا نعرف له طريقا. نعم ماشي. بس خلاص اصبر ولا بيجيب انهي. طيب عشان ننهي المسألة كلها تفضل. شيء قال أحمد رحمه الله إنما أعمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها حين ألحت عليه فقالت يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك. فقال يا عبد الرحمن أعمرها. فنظر إلى أدنى الحرم فأعمرها منه. وقول الخرقي رحمه الله ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم، وذلك لأن طواف القدوم سنة لا يجب قضاؤها، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بقضائه ولا فعلته هي. جزاكم الله خير، أحسن الله. هذه مسألة وخلاصتها في الكلام بعد ما بينا الأدلة للجمهور وأدلة الحنابلة، وهي الأرجح على مسألة أنها تدخل الحج على العمرة. وطبعا العكس فيه خلاف كبير جدا في بين العلماء في إدخال العمرة على الحج. إدخال الحج على العمرة فيه زيادة، أما إدخال العمرة على الحج ليس فيه زيادة، لذلك حصل خلاف فيه كبير بين العلماء. إنما الأئمة الثلاثة اتفقوا على إدخال الحج على العمرة، وبينا الأدلة على ذلك. لكن الحنفية كان لهم أدلة تمسكوا بها، بقوله ارفضي عمرتك، دعي عمرتك، وأيضا في قوله عندما أعمرها من التنعيم قال هذه مكان عمرتك، هذه العمرة مكان عمرتك. فالإجابة عن هذه، أولا دعي عمرتك، هذا مخالف لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، ومخالف ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم توافق البيت والسفر المرة يكفيك لحجك ولعمرتك. هذا يلجئنا إلى أن هذا محتمل وله تأويل فنؤوله. دعي عمرتك يعني دعيها أن تكون مستقلة، أو دعي أفعالها تنزل تحت الحج فهي نازلة تحته، لأنه قال يكفيك توافق البيت والسفر المرة، يكفيك لعمرتك ولحجك ولعمرتك. وأما الإشكال الأكبر الذي تمسكون به، لما أحرمت من التنعيم؟ لما أمرها أن تذهب تحرم من التنعيم؟ حقيقة الأمر عندما نقول بأنه أمرها أن تحرم من التنعيم، لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، هي التي اعترضت وقالت أريد عمرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمرتي. فقالت له أيذهب الناس بحج وعمرة، يعني مستقلة
وأذهب أنا بحج، دخلت العمرة في الحج. فأمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، ولأنها عمرة فلا إحرام منها إلا إيش؟ إلا بأدنى الحل، لأن العمرة زيارة، فلا بد أن أجمع بين الحل وبين الحرمة. فأعمرها من التنعيم وذهب بها حتى طافت وسعت وقصرت. العجيب أنه وقف معها عند الإحرام وذهب معها عند الطواف، فطاف بها ثم طاف بها من الصفا والمروة وقصرت فأتمت العمرة. هنا يبقى لعبد الرحمن فقط شيئان حتى تكتب له العمرة. أول شيء أنه ينتوي معها من التنعيم. هو شوفه حازم على طول سأل أكثر، هل حكم العمرة أكثر من مرة في سفرة واحدة؟ هو هذا الباب، بأنه أعمرها. فكان لو انتوى فقط العمرة كتبت له، يعني هو بقي له شيئان أن ينتوي عندما وقف معه عند مسجد عائشة عند التنعيم، وأن يقصر في المروة تحسب له عمرة. وهل في مثل عبد الرحمن يزهد في طاعة الله جل في علاه، يزهد في طاعة الرحمن؟ فهو ما عليه غير أنه ينتوي العمرة، لبيك كلامه بعمرة ثم يقص شعره، بهذا تكتب له العمرة. وهو أتى بكل أعمال عمرة مع أخته. فهذه دلت على أنها بدعة وأنها ليست بسنة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. أبو بكر لم يفعل، عمر لم يفعل، علي لم يفعل، عثمان لم يفعل، حتى أنس الذي أراد أن يفعل ذلك أتى مكة فاعتمر فجلس أسبوعا حتى سود شعره، حمم شعره ثم طاف. وهذا أيضا حديث ضعيف في ثلاثة مجاهيل من أولاد أنس. فالحاصل عائشة أرادت أن تكون لها عمرة مستقلة، لا أنها رفضت العمرة وأن العمرة دي لم تحسب لها، لا، أرادت أن تكون لها عمرة مستقلة. فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها لتعتمر. أما قول خرق أنها ده يعتبر تعويد لطاف القضاء لطاف القدوم، هو نفسه قال لم يكن عليها قضاء طواف القدوم، لأن طواف القدوم في نهايته هو سنة خلافة للمالكية ولا يجب قضاؤه. فإذا في هذا الباب أن عائشة رضي الله عنها هي تمنت أن تكون لها عمرة مستقلة، لا أن تكون عمرة مشتركة الأفعال مع الحج. يبقى خلاصة المسألة أنه يجوز إدخال الحج على العمرة ويصير صاحبها بعد ذلك قارنا، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسأل أمعك الهدي فيجعله يكون قارنا، وإن قال له ليس معي الهدي فيجعله متمتعا ويجعله يتحلل من العمرة. طيب نقف عند هذه المسألة. لو في أي مسألة، طواف القدوم مستحب ليس بواجب، الملكية قالوا بواجب، والصحيح أن طواف القدوم ليس، ولذلك أنت ترى بأن المعتمر لا يطوف طواف قدوم، طاف وطاف العمرة ويسقط طاف القدوم. فإن قيل هذا يعني ينزل أن 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 الأدنى ينزل تحت الأعلى، فنقول ورد أن كثير من الناس من النساء كنا على الحيض ولم يطوفن ولم يرد ولا دليل واحد عن، ولا حتى ورد دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن في طواف القدوم كما جاء صريحا رخص لهن في طواف الوداع. دل ذلك على أنه مستحب وليس بواجب، لو كان واجبا لجاء الترخيص أو لجاء أو لما سقط مع طواف العمرة. نعم. ولأنه قال رخص لهن في طواف الوداع، فلو كان طواف القدوم واجبا والحائض يشق عليه لرخص النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ظهر الدليل لم يأتي هذا الدليل، دل ذلك أنه في بابه أنه سنة ولا يحاسب عليه المرء ولا يراجع. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم،
ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.